ماشي بسم الله. A baby is born to a mother who is known to have chronic hepatitis B. The mother latest result are as follow. الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف والهيباتيتس اي انتيجين بوزيتيف. طبعا هنا اختصارا يعني النايس جايد لاين بتقول انه طبعا هما بيعملوا سكريرنج لكل البريجننت فيميل في موضوع الهيباتيتس، تمام؟ ده مبدئيا اي حد بيكون عندها كرونيك هيباتيتس بي او بيحصل لها اكوت هيباتيتس بي ديورنج البريجنانسي بيدوا للبيبي، بيدوا له اللي هو الهيباتيتس بي فاكسين، وبيدوا له الهيباتيتس بي اميونو جلوبلين لو كان عندها في الحاله دي زي كان عندها بوزيتيف الاي. لو كان عندها بوزيتيف الانتي هيباتيتس بي اي انتي بودي يعني، فبيدوا له بس الفاكسين بس، تمام؟ مش محتاج يبقى ياخد الهيباتيتس بي اميونو جلوبلين. طبعا في معلومه برضو ان هو الفيرتيكال، بالنسبه للفيرتيكال ترانسميشن ريت بيقولوا انه السي اس او السيركمسيجن الولاده بالسيركمسيجن، يعني في ناس بعض الناس بتقول ان هي ممكن تقلل برضو الترانسميشن الفيرتيكال ترانسميشن ده، تمام؟ شوف هو كاتب هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه، تمام؟ هنا all pregnant female نفس ما قلنا بيتعمل لهم screening. البيبي اللي بيكون أمه chronic infective أو بيبقى أو حصل لها acute inflammation during the pregnancy بياخد الفاكسين وبياخد الهيباتيتس بي ميولوجلوبولين. هنا برضو في الدواء ده قال لك اللاموفيودين ده في studies بتقول إنه كويس، له رول as antiviral treatment الهيباتيتس بي في later part of pregnancy. طبعا في هنا برضو نقطة مهمة انه الهيباتيتس بي مش بيتنقل عن طريق البريست فيدنج لايك ال HIV. اوكي السؤال اللي بعده، what is the most common cause of hepatocellular carcinoma in United Kingdom؟ طبعا حد يحب يجاوب، مش عايز ان انا يعني اقرا لوحدي. هو هنا الهيباتوسيلولار كارسينوما حسب السؤال، لو قال لك اوروبا الدكتوره اماني بتقول هيباتيتس سي، هو فعلا هيباتيتس سي بالنسبه لاوروبا او يعني لليونايتد كينجدوم، وبالنسبه للعالم هو الهيباتيتس بي ذا موست كومن كوز، تمام؟ فهو البي بالنسبة للعالم والسي اللي بيخص الأوروبيين. يعني نتكلم بسرعة كده عن الهيباتوسيلولار كارسينوما. الهيباتوسيلولار كارسينوما ده أو الـ HCC هو الثيرد موست كومن كوز أوف كانسر وورلد وايد. هو أنا بحثت بصراحة ترتيبات الكانسرز لأن بيرتبوها حسب الكومونيسيتي، يعني أكتر حاجة طبعا بريست كانسر هو اللي رقم واحد، يعني ده ما لهوش جدال بالنسبة للفيميل، والبروستاتيك كانسر بالنسبة للميل يليهم في رقم اتنين بيبقى اللنج كانسر، رقم ثلاثة اللي انا شفته ان هو الكولون كانسر او الكولوريكتال كانسر هو الموست كومن، بس هو كاتب هنا الثالث لان طبعا الحاجات دي بيحصل لها ابديت يعني كل سنة وكده، فهو عموما من الحاجات الكومن قوي برضه الهيباتوسيلولار بيجي بعديه يعني مباشرة، تمام؟ بالنسبة للترتيب في الأقوى أو اللي بي يعني في المورتاليتي، يعني طبعا اللنج كانسر هو رقم واحد والتاني الكولون من الحاجات القاتلة يعني، تمام؟ إيه اللي بيعمل لنا هيباتوسيلولار كارسينوما؟ أكتر حاجة اللي بتعمل اللي هو الكرونيك هيباتيتس بي هو الموست كومن كوز اللي ممكن يؤدي لهيباتوسيلولار كارسينوما زي ما قلنا البي ده على مستوى العالم والسي هو على مستوى الاوروبي، تمام؟ ريسك فاكتورز اللي بتؤدي الى الهيباتوسيلولار كارسينوما هو الليفر سيروزز، سواء كان ليفر سيروزز ده سكندري لي فيرال هيباتيتس بي او سي او الكوهوليك سيروزز او هيموكروماتوزز، تمام؟ او برايمري بيليري سيروزز. في اذر ريسك فاكتورز كلها يا جماعه بتتلخص في قصه انه اللي هو بيسموها الانبورن ايرورز، يعني لما يبقى طبعا الكبد بيطلع بروتينات كتيره
بيطلع البيومين، بيطلع جلوبولين. جلوبولين زي الالفا 1، ده الفا 1 جلوبولين ده اللي هو الانتي تريبسين ده، والديفيشنسي بتاعته اللي هي بتعمل كونجينيتال سي او بي دي. هو اي بروتين، اي بروتين مش بيطلع كويس او يعني بيستورج ديزيز من الاخر، يعني بيطلع بيتخزن سواء انزيم او ستراكشرال بروتين او ريجوليتوري بروتين، بيبقى فيه ديفكت فيه فيتراكم في الكبد فيعمل سيروز، يعني في الاخر دي الفحوى الحكايه يعني. تمام، ففي حاجات كتير يعني. الانزيم ده الهيرديتري تايروزينوزيس ده اللي هو في انزيم بيتعامل مع التايروزين مش بيقدر يكسره فبيحصل تراكم، نفس القصه الجلايكولين جلايكوجين ستورج ديزيز او الافلاتوكسين انه يتعرض لتوكسين معينه. انا شفت لكم حاجه هنا اللي هي البورفاريا دي، كوتينيا طاردة، عايز اوريها لكم لانه هي بصراحه يعني هي جميله يعني، فانا اوريها لكم ننزل لها صوره. ايه بس خليني اعمل لكم شير. قبل ما نشوفها كلينيكال كده، وعموما هو ايه، انا دورت على فيديو لقيته كويس كده القصه دي. هو اثناء تصنيع الهيم والبروتو بورفايرين، طبعا قبل ما تضاف حديد فيبقى هيم، في مرحله كده في حاجه اسمها الانزيم ده اليورو بورفايرونوجين 3 عشان يتحول للكوربو بورفايرونوجين، ده محتاج حاجه اسمها يورو ديكربوكسيليز. ده لما اليورو ديكربوكسيليز ده بيبقى فيه ميوتيشن او يعني بيبقى بايظ الانزيم ده، فهو اللي بيعمل لنا البورفاريا كوتينياس تاردا. لها صوره كلينيكال كده، هي صورتها بيبقى العيان ده بيبقى عنده فيزيكلز او بول كده بتبقى، وطبعا بيبقى معاها ايه لو متعرض للحتة المتعرضة للشمس. تمام، نتيجة انه البورفايرين ده مش بيكمل فبيتخزن في الجلد، مجرد ما الجلد ده يتعرض للشمس بيبدأ يطلع بالصورة دي يعني كده، بحيث انه ايه يبقى لنا فكرة عن الموضوع ده. تمام، الحاجات كلها ميتابوليك وكده يعني تتعلق بالكبد. الفيتشرز بتاع هيبات سيلولار كارسينوما ممكن يبقى، هي ممكن تبقى تيجي ليت، ممكن تبقى في الفيتشرز بتاعت الليفر سيروزز او سواء هيباتوميجالي بريورايتس جوندس اسايتس الحاجات دي، او تبقى في الدي كومبنسيشن يعني تبان في البرزنتيشن في زي الدي كومبنسيشن كرونيك ليفر ديزيز. تمام، طيب نعمل سكريننج. دايما اي حد عنده سيروزز بيعملوا له سكريننج بالالترا ساوند، لو شافوا ماس في الليفر يعني لازم يعملوا له ايه، الالفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين هو بروتين بيكون في الانتر يوتراين لايف بيبقى شغال شغلانه الالبيومين، فهو لما بيحصل مشكله في الليفر بيرجع يرتفع برضه، وبيرتفع في حاجات تانية كتير يعني منها في البريجنانسي وخصوصا لو توينز، فبيبقى كميه كبيره او في الليفر سيروزز وفي حاجات تانية. اوكي، فهو دايما ايه احنا بنتابع بيه الهيبات سيلولار كارسينوما تحديدا يعني خصوصا في عيانين الليفر سيروزز. تمام، المانجمنت نعمل لو كان هو لوكاليز هنعمل له سيرجيكال ريسكشن او نعمل ليفر ترانسبلانتيشن او نعمل له ابليشن. ممكن برضو بيحقنوا حاجات بتعمل امبولاي للارتري اللي بيصبلاي المنطقه اللي فيها الكانسر دي، او بالمالتي كاينيز انهبيتور. طبعا هنا في الويلسون ديزيز هو من ضمن الاستورج ديزيز، بس الويلسون مميز انه ملوش دعوه بالهيباتوسيل كارسينوما، كنا قلناها هو هما من الحاجات اللي بتعمل الليفر والكيدني الاثنين بيضربوا الاثنين مع بعض، اللي هو كان الليفر سوري والليفر والهارت، كان الهيموكروماتوزيس والويلسون. بس الويلسون كنا بنقول الهيموكروماتوزيس هو اللي بيعمل هيبات سيلولار كارسينوما، هو الكومن مع الهيبات سيلولار كارسينوما، الويلسون ملوش دعوه هو اكسبشن. ليه؟ ما مش عارف بصراحه. تمام، نكمل. Which one of the following is least associated with development of the colorectal cancer in patient with ulcerative colitis؟
دي اخذناها، انا حافظها بطريقه معينه وهقولها لكم. يعني العيان لو واخده الكولون كله في اكستندد في الكولون كله، او لو المرض له اكتر من 10 سنين، او المرض بادئ في سن قليل جدا زي 15 سنه، المريض مش بياخد علاجه بور كومبلاينس تو تريتمنت، او بياخد علاجه ان ريميتد للديزيز، فهنا اللي كلهم ماشيين ما عدا طبعا الايه ان هو كونفايند في الريكتم، ده يعتبر ايه باقل صوره من الالسراتيف كولايتس، فهو ده الليس اسوسييتد مع الكولوريكتال كانسر. والمكان اكستنسيف هيبقى يعني ايه مور ريسك. يعني اتكلمنا عن الالسراتيف كولايتس والقصه دي، عنديها عشان الوقت عشان ما اطولش عليكم. طيب الاوتو ابيون هيباتيتس از ذا موست كاركترايزلي اسوشيتد وذ اليفيتد ليفل اوف ويتش وان اوف ذا فولوينج اميونو جلوبولين. يعني الدكتور مصطفى كان قال لنا تجميعه حلوه كده، كان قال لك الالكوهوليك سيروزز او الالكوهوليك هيباتيتس سوري بيبقى معاه الاي جي اي الاي مع الاي، والبرايمري بيليري سيروزز كان معاه الاي جي ام، والاوتو اميون هيباتيتس كان معاه الاي جي. ده سؤال يعني مباشر ما فيش فيه اي حاجه. الاوتو اميون هيباتيتس اتكلمنا عنها كذا مره. طيب which one of the following features of hemochromatosis may be reversible with treatment؟ طبعا في اتنين، في حاجتين اتنين ريفيرسابل. حد حابب يشارك؟ هو السكين كان ريفيرسابل الكارديو الاسكين الكارديو والسكين بالظبط، هما او دول. الهيباتوميجالي والاليفيتد ليفر فانكشن. بس السيروز في الهيباتيتس مش بيرجع، بس الانزيم ممكن ترجع فعلا. تمام. صح كلامك مظبوط يا دكتوره 100%. هو هنا في جدول هو جايبه هنا. حابين نتكلم عن الهيموكروماتوزيس سريعا كده ولا قلناها قبل كده؟ هو عموما اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، يعني لازم أن يبقى فيه اتنين قليل يبقوا مضروبين يعني عشان يعمل يعني يبقى فيه الفينوتايب يظهر يعني او المرض يظهر يعني. تمام. الميوتيشن بيبقى في حاجه اسمها الاتش اف اي او الهيموكروماتوزيس جين، تمام، اللي موجود على الكروموزوم 6، لازم يبقى في الاثنين كوبيز في اثنين قليل. بالنسبه للابدمولوجي هو 1 من 10 من اوروبا بيكون حامل للميوتيشن، بس زي البريفلانس اللي هو يعني الناس اللي بيظهر عليها المرض، يعني من الاخر بيبقى 1 من كل 200 ده اللي بيظهر عليه المرض اللي بيبقى عنده 2 قليل، يعني مش بيبقى بس كارير. تمام. هو طبعا بالنسبه هو موست كومن عن السيستيك فايبروزيس، بس السيستيك فايبروزيس موست ليثال. هو ممكن يبدا طبعا هو المرض ده يعني فظيع، يعني ممكن واحد يظهر عليه في يعني في نص الثلاثينات كده، بيبدا بيقل سيمبتومز، ممكن يبدا بفاتيك او اريكتال ديسفانكشن او الم في المفاصل، تمام، خصوصا في الايد. هيترسب في السكن، هيعمل بيجمنتيشن او ممكن يجي لنا بصوره تان او برونز، هيعمل دايبيتس، وفي الليفر هيعمل سيروز زي ما قلنا، وممكن يقلب باسيولار كارسينوما سبب رئيسي فيها. الكارتيك برضو كارديوميوباسي، بس ده زي ما جه في السؤال ان هو ايه ريفيرسابل هو والسكن. في ايه تاني فيه هنا؟ زي ما قالت الدكتوره هنا انه الوايلست الاليفيتد ليفر فانكشن تيست والهيباتوميجالي مي بي ريفيرسابل، بس السيروزز نوت ريفيرسابل. تمام. يعني مع بالنسبه للليفر الانزيمز والهيباتوميجالي بيرجع برضو مع زي الكارديو مايوباسي والسكين بيجمنتيشن. طيب ناخد ده تالت السؤال الاخير ده. 43-year-old male attend to emergency department with acute abdominal pain. تمام. He recently attended his GP for routine checkup and he's found to have the following lipid profile.
وهي داز نوت تيك اني ريجولار ميديكيشن، دي مهمه برضه يعني مش سبب ادراك. تمام. والستيرويد بتاعه عالي، الترايجلسرايد عالي قوي، المفروض من 2 ل 3 هو واصل ل 21. الاتش دي ال ده اللي بيصنعه الكبد ده النافع يعتبر كويس. ال دي ال ده اللي احنا بناخده عن طريق الاكل الكوليسترول ده برضو عالي. تمام. والريشيو عاليه بين طبعا الكوليسترول ده في جزء احنا بيبقى استريفايد اللي هو اللي بيبقى ما بيلزقش في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيزلز وبيبقى مفيد يعني مش بيضر البني ادم، بيصنع في الكبد اللي هو الاتش دي ال، بينما ال دي ال ده اللي بيجي لنا عن طريق الاكل وبيبقى نون استريفايد وممكن يعمل اللي هو الاثيروما يعمل مشاكل في البلاد فيزلز يعني. تمام. هنا بقى بيقول السؤال انه in view this result the blood test، ايه البلاد تيست اللي انت هتعمله كانيشيالي كده عشان تكسبلين الابدومينال بين؟ حد حابب يشارك او عنده فكره؟ هايبر ترايجلسرايديميا. بالظبط، هي الهايبر ترايجلسرايديميا خصوصا يعني عاليه قوي كده فوق ال 20 او فوق ال 10 بتقول لنا ان هو ايه احتمال يبقى بنكرياتيتس يعني. تمام. نتكلم بس سريعا كده ونختم ان شاء الله، نتكلم بس في البنكرياتيتس ده او في الترايجلسرايد. في البيشنت ان بيشنت وذ هايبر ترايجلسرايديميا اند اكيوت ابدومينال بين، الاميليز شود بي شيكت، لازم نبص على الاميليز واللي بيدينا فكره عنه في اكيوت بنكرياتيتس. الالكوهول والبور جلايسيميك كنترول اللي هم العيانين الدايبيتس يعني دول اكتر هم بيبقوا الموست كومن كوزز لزياده الترايجلسرايد. تمام. هنا في الهايبر ترايجلسرايديميا في منها البرايمري اللي بتبقى فاميليال وفي منها السكندري لحاجات تانيه. اهم سببين الالكوهول والدايبيتس اللي هو ان كنترولد دايبيتس، دول الاثنين دول بيبقى عندهم دايما ترايجلسرايد عالي. تمام. في نعم في other causes زي مثلا renal disease او الدراجز او دراجز زي السايكلوسبورين والاستروجين او الكورتيكوستيرويد، بوليما نيرفوزا والبريجنانسي، كل دي حاجات بتبقى يعني ممكن تعمل secondary هايبر ترايجلسرايديميا. تمام. طيب اعالج ازاي الهايبر ترايجلسرايديميا؟ لو كان النسبة معدية ال 20 ملي مول، تمام، و it is not result، مش هي مش مش it not a result of excess alcohol or poor glycemic control، ده لازم يتحول لسبيشاليست. ده ممكن يجي سؤال يعني كده تعمل ايه، تحول له دايركت ايرجنت سبيشاليست يعني. تمام. طيب لو for people with triglyceride concentration between 10 ل 20، 10 و20 ده احنا بنعمل له ريبيت تريجلسرايد ميجر وذ فاستنج تيست. في بعض الناس عندهم اي حاجه ليبيد بروفايل لازم يبقى صايم، لا هو اللي بيبقى عالي قوي ده اللي بتصومه يعني، اذروايز بيبقى يعني مش شرط يبقى صايم يعني. تمام. لازم يبقى صايم وبنعمل له تيست، بنعمل له ريبيت تريجلسرايد ميجر. بعد كده بنعمل ايه؟ ريو بوتنشال سكند، بنبص هل في اسباب هي اللي عامله القصه دي؟ هل في بوتنشال كوزز هي اللي عامله يعني القصه دي بقى سكندري هايبر تريجلسرايديميا زي ما قلناهم فوق. تمام. بعد كده بنبدا باللايف ستايل، طبعا الاول ما نبداش دواء، بنبدا باللايف ستايل، ويت لوس، هيلث دايت، اكسرسايز، ممكن يبقى في الاستاتين، بس الاستاتين طبعا لما نديه لازما يعني نكون عدينا اللايف ستايل. بتهيألي اللايف ستايل ممكن يعني تدي له فرصه لمده 3 شهور تقريبا، سمعت كده كنا امتحاننا هنا في القصه دي. وبعد كده لما تدي له الاستاتين الاتروفاستاتين او الروزوفاستاتين ده بتتابع الليفر فانكشن تيست عند في البدايه وبعد شهر وبعد 3 شهور، لان هو بيرفع الانزيمات بتاعت الكبد. ممكن برضو استخدم فيه الفايبريت اللي بيشغل الانزيم اللي هو اللايبوبروتين لايبيز. تمام. وبرده الاوميجا 3 او الحاجات او الاكلات اللي فيها السمك والحاجات دي، الاوميجا 3 برده هي كويسه للموضوع للترايجلسرايد تحديدا يعني. الناس اللي عندها من 4.5 ل 9.9
ده optimize the management of other cardiovascular risk factor. بس كده. هنا بقى الأكيوت بنكرياتيس قلناهم أهم حاجتين بيعملوا أكيوت بنكرياتيتس، اللي هما الجول ستونز رقم واحد، واثنين الإيثانول اللي هو الألكوهول يعني. وبقية الحاجات كنا عملنا لها يعني إيه ريفيو قبل كده. وهنا ذاكر الهايبر ترايجلسرايديميا طبعا من ضمن الهايبرات، هي من ضمن الأسباب برضو بتعمل أكيوت بنكرياتيتس. وهنا خلصنا، وإن شاء الله بكرة نكمل إن شاء الله. هنا كاتب بس في ملحوظة هنا، شكرا دكتور حسن. العفو يا فندم. هنا بس أقول بس معلومة أخيرة قبل ما نقفل، البنكرياتيتس هنا is 7 times more في الميثالازين عن السلفا سلازين. هو أول ما الفايف أمينو سلسلك أسيد ده في البداية كانوا بيحطوا معاه اللي هو السلفونايد ككومباينيشن عشان ما يتكسرش في المعدة ويوصل ويعمل الأكشن بتاعه، تمام. بس كان بيعمل حاجات سايد افكت من ضمنها ده اللي بتكلم عليه، الاوليجوسبيرميا والانيميا ويعني شويه مشاكل. فاتجهوا انه يعملوا حاجه بتعمل اللي هي اللي بيسموها السستين ريليز زي الميثالازين، بس وجدوا انه مشكلته ان هو بيعمل بنكرياتيتس كتير. دي المعلومه هنا حبيت بس اعرج عليها. ان شاء الله بكره نكمل، ولا في حد واخد اسئله بتهيألي بعدي؟ صح؟ انا ناسي. عايز بس أقول حاجة.